متابعي صدى فرنسا، أهلا بكم أينما كنتم. نحن نتواجد في وسط العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة الوضع الانتخابي، الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة عقب إعلان الرئيس مانويل ماكرون حل البرلمان. بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة 12 حوالي 26.6%. إذا ما أردنا الحديث عن الإدارات الأكثر تصويتاً والأقل، بالنسبة إلى الأقل كانت سان ساندوني إحدى ضواحي باريس، كانت نسبة المشاركة فيها قليلة وبلغت حوالي 12.7%، فيما إدارة بوش دوغون كانت الإدارة الأكثر تصويتاً حتى منتصف النهار وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي 34.5%. في صدى فرنسا سنكون معكم في مواكبة لهذه العملية، عملية الانتخابات، حتى ظهور النتائج وأيضا ردود الأفعال عقب ظهور النتائج. ابقوا معنا.